بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعطيكم العافية طلاب مادة التفاضل والتكامل واحد، وإن شاء الله راح نبدأ الآن بمحاضرة جديدة في سكشن 03، عنوان السكشن Families of Functions، عائلات من الاقترانات. وإحنا نتحدث في هذا السكشن تحديدا عن مجموعة مشهورة ومميزة حقيقة من الاقترانات، اللي راح إن شاء الله نتعامل معها بشكل كبير خلال هذا الكورس. وراح نبدأ بأول عائلة من الفانكشنز اللي راح أسميها Power Functions. الباور فانكشنز هون أنا بقصد فيها كل الفانكشنز اللي بتكون على الشكل y equal x to some power n، لكن هاي ال n أنا بشترط فيها إنها تكون natural number أو ممكن حتى تكون zero. طبعا إذا كانت ال n zero، x to the power zero هي الواحد، وبالتالي هاي عبارة عن الخط المستقيم y equal one اللي بيكون موازي لمحور x. لو بلشنا من n equal one، n equal two، three، خلينا نشوف الآن في بعض الحالات لبعض القيم لN كيف بتكون رسمة مثل هذه الاقترانات. نبدأ أولا بN equal 1، زي ما احنا شايفين في هاي الرسمة، رسمة Y equal X هي عبارة عن خط مستقيم. هذا الخط المستقيم إذا بدنا نميزه عن غيره، أولا بنلاحظ إنه بمر بنقطة الأصل كونه النقطة 0 0، يعني لما تعوض x equal 0 بيطلع y 0، وبالتالي 0 0 هو أحد نقاط هذا الخط المستقيم. لاحظوا صورة الواحد واحد، صورة اثنين اثنين، السالب واحد سالب واحد، فبيطلع معاي خط مستقيم قطري. يعني لو بدي أشوف الزاوية اللي بصنعها مع ال x axis 45 درجة بتكون، وبكون طبعا متجه بهذا الشكل، يعني لليمين إلى الأعلى ولليسار إلى الأسفل. وطبعا هذا الخط المستقيم يعني إحنا بدنا نعتبره مستمر أو ممدود من طرفي إلى ما لا نهاية. مثلا خلينا ناخذ الآن n equal 2. إذا أخذت n equal 2 بيطلع معاي هذا الفانكشن المشهور اللي هو شكله عبارة عن بارابولا، قطع مكافئ، أيضا رأس هذا القطع هي نقطة الأصل 0 0، فتحة القطع لأعلى، وهذا له ميزات رح نتحدث عنها بعد شوي بخصوص دومينو ورينجو. ننتقل ل n equal 3، بيطلع عندي y equal x تكعيب، رسمة ال y equal x تكعيب زي ما احنا شايفينها بهذا الشكل. لاحظوا ايضا بمر بنقطة الاصل 0 0، وشكله يعني تقريبا زي الكرسي تقريبا بهذا الشكل، وفي له ميزات راح اتحدث عنها كمان بعد شوي. ننتقل ل y equal x to the power 4، أيضا بمر بنقطة الأصل. لاحظوا إنه في نوع من الشبه بين y equal x to the power 4 و y equal x تربيع، يعني إحنا بنلاحظ إنه تقريبا نفس الشكل، لكن الاختلاف بيكون حوالين الزيرو. يعني الآن في هاي الرسمة بين السالب واحد والواحد بيكون رسمة هذا الفانكشن أقرب إلى محور السينات منها من رسمة y equal x تربيع. يعني y equal x تربيع بعد ما نبعد عن الزيرو بشوي بيبدأ يرتفع الفانكشن للأعلى، لكن في y equal x قوة 4 بنلاحظ إنه حتى يمكن بعد الزيرو إلى اليسار أو لليمين يبقى الفانكشن قريب إلى حد ما من الاكس اكسس لغاية السالب واحد من اليسار ولغاية الواحد من اليمين، بيبدأ بعد هيك بالتصاعد إلى أعلى.
y equal x to the power 5 أيضا نفس الكلام، هو بيشبه y equal x تكعيب، لكن بين السالب 1 والواحد بنلاحظ إنه أقرب للx axis. بعدها بنستمر ل y equal x قوة 6 7 8، وبنلاحظ إنه في كل الباورز اللي بتكون زوجية الرسمة مشابهة إلى حد ما لرسمة الx تربيع، لكن كل ما زاد الباور يعني x قوة 6 مثلا بزيد بين السالب 1 والواحد قرب المنحنى للx axis. ونفس الشيء بالنسبة ل y equal x قوة n لما تكون الأسس فردية، يعني احنا أخذنا 3 و5 و1، لو أخذنا 7 و9 و11 إلى آخره بنلاحظ إنه نفس الشكل تقريبا ل x تكعيب ل x قوة 5، لكن بين السالب 1 والواحد بيكون كل ما زاد الأس الفردي بيكون أقرب لل x axis. طيب الآن ناخذ ملاحظات عامة زي ما حكينا على هاي الرسمة. اولا لو بدنا نسال على دومين هذا الفانكشن لجميع الاسس، راح نلاحظ انه الدومين دائما هو كل الاعداد الحقيقيه r، وهذا واضح معانا انه لو عملت انا اسقاط لاي رسمه من هاي الرسمات على الاكس اكسس راح يطلع عندي كامل الاكس اكسس. بينما لو بدي اتحدث عن الرينج مجموعه الصور، هون راح يطلع عندي حالتين. حالة لما يكون الـ n odd، تعالوا نشوفها بالرسم. هاي هون الـ n odd y equal x تكعيب odd، وكمان y equal x قوة 5 و7 إلى آخره. بلاحظ في الحالة هاي إنه الرينج طبعا اللي هو الإسقاط على الـ y axis، يعني لو أخذنا y equal x قوة 5 وأسقطت رسمتي على الـ y axis حتى أعرف الرينج، راح تلاحظوا إنه الرينج بيكون هو كل r. بينما لو أخذت الحالات تربيع قوة 4 قوة 6 بنلاحظ إنه إسقاط منحنى الاقتران على الـ y axis فقط بيعطيني الفترة من 0 مغلقة إلى ما لا نهاية. إذن هاي الفرق بين الدومين، عفوا بين الرينج لما يكون الـ n odd وبين لما يكون الـ n even. ملاحظة أخرى ممكن نتحدث عنها بخصوص كون الفانكشن odd أو even. هلأ لاحظوا معي في حالة الأسس الفردية y equal x، y equal x تكعيب، y equal x قوة 5 إلى آخره، بيكون الفانكشن متماثل على الأوريجن على نقطة الأصل، وهذا تماما هو تعريف الـ odd function. فإحنا عندنا y equal x to any odd integer، هذا بيكون عبارة عن odd function. بينما لو أخذت الأسس الزوجية x تربيع x قوة 4 x قوة 6 إلى آخره، لاحظوا بصير متماثل على ال y axis، وهذا التماثل على ال y axis بيعني كمان زي ما بنعرف بأنه الفانكشن عبارة عن even. ننتقل لشريحة أخرى. الآن بدي أنتقل لفاميلي أخرى اللي هي عبارة عن الفانكشنز اللي على الشكل y equal x to the power minus n. الـ n لا زالت هي العدد الطبيعي يعني natural number، فبنحكي عن minus n يعني إحنا بنتحدث عن أسس سالبة صحيحة. خليني أخذ الحالات، نبدأ بـ n equal 1 لما يكون x to the power minus 1 يعني 1 على x، y equal 1 على x. لاحظوا رسمة الـ y equal 1 على x، بنلاحظ إنه في البداية خليني أتحدث عن الدومين، إنه أنت ما بتقدر تعوض محل الـ x 0 لأنه 1 على x المقام لا يجوز أن يكون زيرو، وبالتالي بالتأكيد الدومين عبارة عن كل R، يعني تقدر تعوض أي عدد آخر لكن ما بتقدر تعوض الزيرو. الآن تعالوا نشوف كمان كيف شكل الرسمة. لاحظوا في الربع الأول
الرسمة بتكون موجودة لما تكون قيم x أكبر من 0 بتكون بهذا الشكل. لاحظوا لما يكون x عدد يعني صغير جدا قريب من الزيرو، طبيعي أنت لما يكون المقام عندك صغير فالعدد الناتج النهائي راح يكون كبير، وبالتالي بنلاحظ إنه هاي الرسمة يعني إذا بكون قريب جدا من الزيرو اليمين، وهذا راح نحكي عنه لاحقا في موضوع النهايات، بنلاحظ إنه بيكون منحنى الاقتران قريب من اللانهائي، من الموجب ما لا نهاية. وكل ما زاد طبعا قيمة x بنلاحظ انه بتقل قيمة y حتى توصل للزيرو لما نكون احنا اقتربنا من اللانهائي. بينما على الجهة الاخرى لما تكون قيم x سالب بيكون شكل الاقتران بهذا الشكل. لاحظوا هون معطيني مثلا صورة الواحد واحد، صورة السالب واحد سالب واحد، وممكن برضو نتعرف على صور قيم أخرى لو أخذنا أي قيمة وحاولنا نعرف صورتها. مثلا الاثنين راح يكون نص، لاحظوا كل ما زاد العدد قلت القيمة. إذا دومين هذا الفانكشن هو R عدد 0. طب ماذا لو أخذت الأس زوجي x to the power minus 2 يعني 1 على x تربيع؟ بنلاحظ إنه بالنسبة ل إذا كانت القيم موجبة انه نفس الشيء تقريبا الرسمه مشابهه الى حد ما، لكن اذا كانت قيم x سالبه بنلاحظ انه ايضا بتكون الصور موجبه. ليش؟ لانه احنا بنتحدث عن x تربيع، وبالتالي احنا سواء كانت القيم سالبه او موجبه دائما راح نكون فوق x axis. الشيء اللي مرفوض ايضا كما في الحاله الاولى انه يكون x equal 0، عند الزيرو هاي غير معرفة، وبالتالي أيضا دومين هذا الفانكشن مع وجود الأس زوجي أيضا بيكون هو كل R عدد زيرو. حقيقة هون هاي الملاحظة زي ما احنا شايفينها إنه دائما دومين x to the power minus n هو كل الريال نمبر باستثناء العدد زيرو. الآن إذا أخذت حالات ل n أكبر من 2 مثلا عند 3 برجع الشكل مشابه ل 1 على x، عند ال 4 بيطلع مشابه ل y equal 1 على x تربيع، عند ال 5 بنرجع لهي الحالة، عند ال 6 للحالة الأخرى، وبالتالي بشكل عام هي رسمة y equal 1 over x to the power n لما يكون ال n odd، وهي لما يكون ال n even. حكينا الدومين هو كل R عدد 0، ممكن نسأل عن الرينج شو مجموعة الصور. لاحظوا لما يكون الأس فردي مجموعة الصور هي نفسها، أو خلينا نحكي الرينج هو بيكون نفس الدومين. أيضا كل اسقط هاي الرسمة بيطلع عندك كل الريال نمبرز أيضا باستثناء الزيرو، الزيرو عمره ما بيكون صورة تحت هذا الفانكشن. نفس الشيء في أي أس فردي. بينما في حالة n زوجية زي ما احنا شايفين بيكون الرينج هو كل الأعداد من الزيرو إلى اللانهائي، والزيرو مش داخل أيضا، الزيرو أيضا ما بيكون صورة تحت هذا الفانكشن. ننتقل لشريحة أخرى. في عندنا الآن فاميلي ايضا اخرى، هاي الفاميليز، هاي الفاميلي والفاميلي السابقه واللي قبلها يعني ممكن نعتبرها هي كلها باور فانكشنز، لكن احنا هون قيمه الباور هي اللي احنا يعني بتهمنا. في اول مثال كانت الان موجبه، في المثال الثاني او الفاميلي الثاني كانت الان سالبه لكن صحيحه ايضا. الان ماذا لو كانت الأس عبارة عن 1 على عدد صحيح؟ وهون رح نتحدث عن عدد صحيح موجب أيضا. دائما في كل الفاميليز نتحدث عن n قيمتها هي عبارة عن natural number، فلما تحكي x to the power 1 over n هذا ما هو إلا الجذر النوني ل x، the nth root of x. لو أخذنا يعني حالتين، حالة بيكون فيها دليل الجذر زوجي، وحالة بيكون فيها دليل
الجذر الفردي. طبعا لما يكون مثلا الجذر التربيعي، احنا عاده ما بنكتب التربيع للجذر التربيعي، هاي رسمه واي ايكوال جذر الاكس زي ما انتم شايفين عند الزيرو زيرو، لما تاخذ واي ايكوال 1 بيطلع 1 جذر الواحد، الاثنين جذر الاثنين، الاربعه بيطلع 2 وهكذا. بينما لو بدي اخذ رسمه الجذر التكعيبي لاكس، يعني عند الزيرو زيرو، لاحظ هون انا ما بقدر اخذ جذر تربيعي لعدد سالب، فكانت رسمتي فقط من الزيرو الى ما لا نهايه. في الجذر التكعيبي بقدر اخذ جذر سالب وجذر موجب، فكانت من سالب ما لا نهايه الى ما لا نهايه. هلا اذا بدي اخذ انا جذر رابع، جذر خامس، يعني الرسمات بتصير مشابهة، لكن بتكون رسمتي أقرب للإكس أكسس في الحالات اللي بيكون فيها الأس كبير. الآن زي ما أنتم شايفين الدومين برضه منقسمه لحالتين، إذا كانت الإن أود في هاي الحالة بيكون الدومين هو كل R، بينما إذا كانت الإن إيفن بيكون الدومين فقط هو من 0 كلوز لغاية ننتقل ل ايضا فاميلي اخرى من الفانكشنز، وهي الفاميلي مشهوره جدا وراح نتعامل معها في باقي الماده بشكل كبير، اللي هو اللي هم البولينوميالز، كثيرات الحدود. ماذا نعني بكثير الحدود؟ كثير الحدود هو عباره عن فانكشن شكله، سميته هون p of x، شكله كالتالي: عدد حقيقي في x to some positive power، ممكن يكون 0، زائد عدد في x بينزل الباور، زائد عدد في x برضه حتى نوصل اخر شيء ل ممكن a نوت اللي هو عدد حقيقي ايضا في x to the power 0. هذا الفانكشن حتى اقدر اميزه واحكي عنه بولينوميال، لاحظوا الشروط الأساسية فيه، طبعا لا شروط على قيم an، an-1، a1، a0، هاي ممكن تكون أي أعداد حقيقية، لكن الشرط هو بالأسس للمجهول x، دائما الأس يجب أن يكون عددا صحيحا موجبا وممكن يكون 0، يعني قيم n زي ما احنا شايفين هون في السطر الثاني تأخذ القيم 0، 1، 2 إلى آخره، لكن قيم AI هاي اللي راح أسميها المعاملات، هاي ممكن تكون أي أعداد حقيقية. هون أنا لخصت مجموعة من الملاحظات تتعلق في البولينوميال. الملاحظة الأولى زي ما حكيت من شوي إنه هاي بنسميها معاملات A0، A1 لغاية AN are called the coefficients of PX. الملحوظة الثانية انه اذا كان هذا الـ a sub n لا يساوي 0، بنحكي عن هاي البولينوميال، طبعا الـ n بدها تكون بالحاله هاي هي اكبر اس موجود في البولينوميال، هذا الاس بنسميه the degree of p of x، اذا الـ degree بيكون بالحاله هاي هو n. طبعا لو كانت الـ a n تساوي 0 معناته نتطلع على الكوفيشنت a n minus 1، هل هو 0 ولا ليس 0؟ اذا كان ليس 0 بيكون بيكون الديجري هو n minus 1، اذا كان 0 بننتقل لاس اقل وهكذا. الملحوظه رقم 3، كل البولينوميال زي ما انتم شايفين لما بتعرف اي بولينوميال ما بتعامل لا مع كسور ولا مع جذور، وبالتالي انا بقدر اخذ اي عدد حقيقي واعوضه في أي بولينوميال، فالدومين للبولينوميال هو جميع الأعداد الحقيقية. نكمل في الشريحة التالية. هون أنا معطي examples على مجموعة من البولينوميالز with different degrees، يعني أخذت درجات مختلفة. نبدأ بالبولينوميالز اللي إلها degree 1، طبعاً اللي إلها degree 1 بدها تكون عدد ثابت زائد عدد أو عدد حقيقي آخر مضروبا في x to the power 1، هاي معناته إنه degree 1 إنه الأعلى أو أكبر أس لـ x هو 1.
ف3 زائد 5 اكس هي polynomial of degree 1، بينما اكس تربيع ناقص 3 اكس زائد 1 هاي polynomial of degree 2، بنسميها quadratic، هاي بنسميها linear. البولينوميال اللي بيكون اكبر اس فيها 3 هاي بتكون هاف ديجري 3، وبالتالي نطلق عليها تسمية كيوبيك. وفي عندنا بعد هيك درجة رابعة، في عندنا درجة خامسة، درجة سادسة. واحد بيحكي لي هاي سادسة، نعم هاي سادسة، لأنه إحنا إذا فكينا هذا القوس، يعني إذا وزعنا يعني كعبنا فعلا إكس تربيع ناقص 4، راح يطلع عندي بالآخر البولينوميال من الدرجة السادسة. بدي أشوف كيف رسمات البولينوميال. هلا البولينوميال اللي من الدرجة الأولى أنا مش حاطط رسمتها هون، لكن يعني أخذنا إحنا من شوي y equal x كباور فانكشن. كل اللينير فانكشنز رسمتها عبارة عن لاينز، خطوط مستقيمة، وإما بتكون طبعا يعني أفقية، وفي الحالة هاي بتكون الإكس يعني كأنها الأس إلها زيرو، وبيكون البولينوميال عبارة عن كونستانت تيرم فقط، أو بيكون إلها ميل ما، وبالتالي بتكون خط مستقيم ليس أفقيا. طبعا بالنسبة للدرجة الثانية، من شوي كنا نتحدث عن إكس تربيع وحكينا بيطلع قطع مكافئ. هلا أي بولينوميال من الدرجة الثانية كمان رسمتها قطع مكافئ. الاختلاف ممكن يكون برأس القطع، يعني لو بدي احكي هاي مثلا البولينوميال شو رأس القطع تبعها، ممكن مثلا يكون على سبيل المثال نص وسالب 2 على سبيل المثال، يعني whatever. فتحة القطع بحددها إشارة الإكس تربيع، يعني إشارة معامل إكس تربيع. إذا كانت الإشارة موجبة الفتحة للأعلى، إذا كانت سالبة الفتحة للأسفل. يعني هاي تقريبا بشكل عام هاي طبيعة رسمة الكوادراتيك فانكشن. الكيوبيك زي هذا الفانكشن، لاحظوا هاي رسمته، يعني الإكس تكعيب يعني بتشبه إلى حد ما هاي الرسمة، برضو راح كان فيها هاي الانحناء، لكن طبعا هون ما في عندي قطع، ما في فتحة لأعلى وفتحة لأسفل زي التربيعي، فبتكون الرسمة بشكل ما. الدرجة الرابعة زي ما احنا شايفين هيك ممكن تكون رسمة بولينوميال من الدرجة الرابعة، الخامسة إلى آخره. هاي البولينوميالز كثير سهل التعامل معها، يعني كفانكشنز راح نشوف لاحقا انه لما نبدا بالاشتقاق والتكامل يعني التعامل مع البولينوميالز بشكل عام اسهل بكثير من غيرها من الفانكشنز. نيجي لعائلة اخرى من الفانكشنز اللي هي بسميها راشنال فانكشنز. الراشنال فانكشنز هي عبارة عن بولينوميال على بولينوميال بكل بساطة، يعني انت بتعمل فانكشن بسطه مقام، بسطه بولينوميال ومقامه بولينوميال. الآن هذا لو بدي اتحدث عن دومينه، هلا ما في أي مشكلة، أنت بالبسط بتعوض أي عدد لأنه البولينوميال بتقبل أي عدد، والمقام كمان بيقبل أي عدد كونه بولينوميال، لكن بالمحصلة أي عدد بخلي لي كيو زيرو هذا لازم استثنيه من الدومين. فإحنا عندنا هون الدومين لإف هو عبارة عن كل الإكس إن آر بحيث كيو إكس لا تساوي الزيرو. رسمة الراشنال فانكشن لاحظوا معي، هاي رسمة مثال على رسمة الراشنال فانكشن، رح نفهم معنى هاي الخطوط. طبعا هون عندي انا في شيء بنسميه فيرتيكال اسيمتوت، في هوريزونتال اسيمتوت، يعني هاي الامور كمان والرسمات اللي على هاي الشاكلة رح نناقشها لاحقا بشكل مفصل ان شاء الله. ننتقل لشريحة اخرى. في عنا في هاي الشريحة قبل ما نبدأ بالtrigonometric functions، في عنا الالجبريك functions. متى نسمي function algebraic؟ الالجبريك functions هي يعني ممكن نحكي مخلوطة من الfunctions اللي ذكرناها سابقا، يعني مثلا هذا الfunction هذا عبارة عن power function x تربيع، مطروح منه 4 يعني هو صار بولينوميال ومأخوذ له جذر، فإحنا دمجنا بولينوميال مع روت فانكشن
حصلنا على function هذا بسميه algebraic، هذا أيضا algebraic، هذا algebraic. فالتعريف كان ممكن نكتبه بالشكل التالي: functions that can be constructed، ممكن بناء من البولينوميال، by applying finitely many algebraic operations، بأنه نعمل مجموعة منتهية من العمليات الحسابية زي الجمع، الطرح، الضرب، القسمة، والروت إلى آخره. هاي بسميها algebraic functions. الآن هاي أمثلة عليها، ويعني دومينها ورينجها طبعا ممكن يختلف، لأنه في عندي هون أنا جذور، الجذور التربيعية مثلا ما بتقبل أعداد سالبة، لكن التكعيبية بتقبل، فبصير الدومين والرينج بيعتمد على الفانكشن نفسه. ننتقل للمجموعة الأخيرة في محاضرة اليوم من الفانكشنز، مجموعة شهيرة درسناها بشكل مفصل في توجيهي، لكن بدنا نعيدها هيك بشكل سريع، اللي هي trigonometric functions، الاقترانات المثلثية. أنا فعليا رح أتعامل مع 6 اقترانات مثلثية، لكن خلينا نفهم بالبداية، نتذكر شو يعني جيب الزاوية، وشو جتا الزاوية، وشو ظل الزاوية، وقا وقتا وضتا اللي كنا نعرفهم بالتوجيه. نبدأ بأول مفهوم اللي هو sine theta، the sine of an angle theta. كيف أعرفه؟ لاحظوا معي، التعريف راح يكون بالشكل التالي: من خلال أول شيء دائرة وحدة، أو حتى مش دائرة وحدة، دائرة عادية. الآن عندي أنا يعني هاي دائرة أخذتها هون أنا نصف قطرها R. أنا ممكن أعمل التعريف طبعا من خلال دائرة وحدة، لكن أنا هون ماخذ نصف قطر الدائرة هاي R. الآن إذا شكلت مثلث قائم الزاوية، والزاوية هاي ثيتا اللي هي مصنوعة أو تم عملها بين الاتجاه الموجب لمحور السينات، وهذا الفيكتور أو هذا الخط المستقيم اللي سميته R، وإله طول طبعا، هاي طول R اللي هو نصف قطر الدائرة. الآن إذا جيت على أي نقطة على هذه الدائرة اللي نصف قطرها R، وعملت projection، أسقطت إحداثي هاي النقطة على الـ X axis وعلى الـ Y axis، راح نلاحظ إنه بيكون في عندي هذا هو المسقط على الـ X axis، فبيطلع عندي هذا الطول هو X، وهذا الطول اللي هو نفسه هذا الطول طبعا هون لهون هذا هو Y. الآن هاي الأطوال مع طول نصف القطر هي اللي راح تحدد لي قيم الجيب والجتا والظل إلى آخره. فمثلا ساين الثيتا في هذا المثلث القائم الزاوية هو عبارة عن المقابل لثيتا اللي هو Y على الوتر اللي هو R. كوساين ثيتا المجاور على الوتر X على R. تان ثيتا المقابل على المجاور. السيكنت أو نبدأ هون بالسيكنت، سيكنت ثيتا هو عكس الكوساين، لاحظوا حاطط أنا كل فانكشن مع عكسه، عكس الكوساين هو سيكنت اللي هو بيكون X على R، يعني عفوا R على X يعني الوتر على المجاور، بينما الكوسيكنت بيكون الوتر على المقابل ثيتا، والكوتانجنت ثيتا اللي هو عبارة عن مقلوب تان ثيتا، وبالتالي بيكون X على Y. هاي التعريفات لأي زاوية. الآن في هذا الجدول أنا يعني موجود هو في الكتاب، ومنا كوبي بيست له وحطيناه أمامكم، يعني يفترض إنه أي طالب يكون عارف قيم الساين والكوساين والتان على الأقل. يعني لو عرفت الساين والكوساين والتان، باقي الاقترانات بتقدر تعرفها لأنها كلها عبارة عن مقاليد لهاي القيم. هلا مثلا ساين الزيرو 0، ساين الباي اوفر 6 اللي هي نفس ال 30 نص، ساين الباي على 4، طبعا هاي الباي على 4 بالتقدير الدائري 45، نفسها بالتقدير ال 60، 1 على جذر 2، هاي الباي اوفر 3 جذر 3 على 2، وبنمشي مثلا في ساين الباي اوفر 2 1، ال 2 باي اوفر 3 اللي هي 120 جذر 3 على 2،
وهكذا. هاي القيم انا بفترض انه الجميع حافظها، واللي ناسيها لازم يرجع يتذكرها. هلا انا بهمني يعني بالدرجه الاولى انك انت تتذكر قيم هاي الزوايا المشهوره، باي على 6 وباي على 4 وباي على 3، بالاضافه للزوايا الربعيه. هلا نتحدث عن الزوايا الربعيه، يعني الباي اوفر 2 هاي اللي هي 90، ساينها 1، كوساينها 0، تانها غير معرف لانه هو ساين على كوساين ولا يجوز ان يكون المقام 0. هلا كزاويه ربعيه عندي اخرى اللي هي الباي 180، ساينها 0، كوساينها سالب 1 والتان لها 0. الثلاثه باي اوفر 2 العكس، سالب 1 الساين، 0 الكوساين، وغير معرف التان. ال 2 باي هي نفسها الزاويه 0 اللي ساينها 0، كوساينها 1 وتانها 0. وطبعا بعد ال 2 باي بنرجع بنشكل دوره جديده، بترجع تتكرر هاي القيم. وبدنا يعني نعرف الان موضوع الريفرنس انجل، يعني انا اوكي حفظت قيم الجيب والجتا والظل للزوايا المشهوره باي اوفر 6، باي اوفر 4، وباي اوفر 3، بالاضافه للزوايا الربعيه. طيب لما نيجي الان على زاويه في الربع الثاني او الثالث او الرابع، كيف ممكن اعرف قيمه الجيب والجتا لهي الزاويه؟ بدنا نتعرف او نراجع، لان المفروض احنا بنعرف موضوع الريفرنس انجل، شو زاوية المرجع لأي زاوية في أي ربع. هلا لاحظوا عندي في هاي الرسمة أنا زاويتي موجودة في الربع الأول، لأنه زي ما احنا شايفين ضلع الانتهاء للزاوية يقع في الربع الأول. في هاي الزاوية احنا في الربع الثاني، هاي الزاوية لاحظوا في الربع الثالث يعني بين ال 180 وال 270، وهاي الزاوية في الربع الرابع اللي هي بتكون يعني بين ال 270 وال 360. الآن إذا كانت الزاوية أصلاً في الربع الأول زاوية المرجع لها نفسها، تمام؟ يعني هون أنا لاحظوا ثيتا هي الزاوية العادية، وألفا هي زاوية المرجع، أنا مسمي ألفا هي زاوية المرجع. ففي الربع الأول ما في فرق، الثيتا هي نفسها الألفا. في الربع الثاني لاحظوا، في الربع الثاني يعني زي هاي الزاوية مثلاً 120، كيف بدي اعرف زاوية المرجع لزاوية في الربع الثاني؟ القاعدة بتحكي لي انه زاوية المرجع هي عبارة عن 180 ناقص ثيتا. هون معطيني القوانين بالتقدير الستين، ممكن نكتبها كمان احنا باي ناقص ثيتا، يعني بدال ال 180 نحكي عنها باي. فمثلا ال 120 هاي الزاوية تقع في الربع الثاني، إذا بدي زاوية المرجع إلها بتكون 180 ناقص 120 فبتكون 60، معناته زاوية المرجع لل 120 هي 60. وبالتالي إذا بدي أتحدث عن الجيب والجتا لل 120 هو عبارة عن الجيب والجتا لل 60، لكن لسه بضل في نقطة أخيرة رح نحكي عنها بعد شوي بتتعلق بالإشارة. هلا قد تختلف إشارة جيب ال 120 أو جتا ال 120 عن جتا ال 60. هلا كيف الاختلاف؟ هلا رح نحكي عنه أو نذكركم فيه. برضه نكمل في الربع الثالث، هي الزاوية في الربع الثالث زاوية المرجع لها قاعدتها ثيتا ناقص 180. فإذا أخذت أنا، طبعا هون مش ماخذ زوايا في الربع الثالث، لو أخذت الزاوية على سبيل المثال 210، هاي 210 تقع في الربع الثالث، شو زاوية المرجع لها؟ 210 اللي هي الزاوية ناقص 180 فبيكون 30. في الربع الرابع زاوية المرجع اللي هي 360 ناقص ثيتا، يعني لو كانت الزاوية على سبيل المثال 300، شو زاوية المرجع إلها؟ 60، لأنه 360 ناقص 360. الآن الجيب والجتا كل قيم هاي الترايجونومتريك فانكشنز، أو خلينا نحكي إحنا لسه ما عرفناها كفانكشنز، إحنا نحكي عنها كفاليوز، كل القيم للزوايا تساوي زاوية المرجع، لكن بضل الإشارة. هلا عشان أعرف الإشارة، إذا أنت في الربع الأول دائما إشارة الجيب والجتا والظل ومقاليبهم طبعا موجبة،
بينما في الربع الثاني فقط الساين ومقلوبه اللي هو الكوسيكن، هذول بيكونوا موجبات. باقي الاقترانات بيكونوا سالبات. في الربع الثالث فقط التان والكوتانجنت بيكون موجب والباقي سالب، وفي الربع الأخير الكوساين والسيكنت هم فقط الموجبات والباقي بيكون سالب. فأنت الآن على سبيل المثال لو بدك خلينا نشوف هون مثلا، بدي أنا ساين الخمسة باي على ستة. هلأ الخمسة باي على ستة أنا كزاوية مرجع عرفتها من هاي القاعدة، فرجعتني 150. هلأ 180 ناقص 150 رجعت للزاوية 30. هلأ نشوف الإشارة، بما أنه أنا بتحدث عن ربع ثاني الساين موجب في الربع الثاني، فبتكون نفس القيمة تماما، يعني ساين 30 نص ساين 150 بيكون نص. بينما هاي الزاوية برضو 150 لو أخذت لها الكوساين، هلأ رجعت من ال 150 على ال 30، كوساين ال 30 هو جذر 3 على 2، لكن الكوساين في الربع الثاني 150 في الربع الثاني هو سالب، وبالتالي أنا بغير الإشارة وباخذ الإشارة السالبة فتصير سالب جذر 3 على 2 وهكذا. طبعا يعني هاي يمكن لسه يعني بدايات الاقترانات المثلثية، لسه احنا ما عرفنا الساين والكوساين والتان كاقتران، ونصير نتحدث عن دومينو ورينجو، لكن في البداية فقط حبينا نذكركم بأبرز المفاهيم المتعلقة بالترايجونومتريك فاليوز، وإن شاء الله بنكمل المحاضرة القادمة. يعطيكم ألف عافية.